السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم يا جماعة معايا في فيديو جديد في تعلم الـ ICDL. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزئية بتاعة الأسسمنت أو الامتحانات الخاصة بمديول الويندوز. زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده، الأسئلة هتبقى بمنتهى الشفافية والوضوح، وهتعرف الإجابات كمان، بحيث إن انت أول ما تخش الإجزام هتلاقي إن شاء الله الأسئلة دي موجودة فيه او 90% منها، ان هي بالظبط نفس الجزئيات اللي موجودة في امتحان اليونسكو او الاختبارات المعتمدة من مايكروسوفت. طيب، اول سؤال هو موجود عندنا. طبعا انت بيبقى عندك تايم وقت يعني، وبتبقى قدامك السؤال، لما بتخلص السؤال بتدوس سبميت علشان تحله، او بتعمل اسكيب يعني تتجاهله، ممكن ترجع له تاني. تمام، اول سؤال هنا بيقول لك change the desktop background، غير الديسكتوب باك جراوند تو بيكتشر، عشان تغيرها تو بيكتشر لصوره located in. الصوره دي موجوده في السي في الوركينج فايل في m2 baby picture/photo.jpg. طيب ازاي نقدر نعمل حاجه زي كده؟ منتهى البساطه، احنا هندوس رايت كليك، كليك يمين، بعد كده هنختار الجزئيه بتاعه البيرسوناليز الموجوده هنا دي، بعد كده هنختار باك جراوند اهو بيرسونلايز، بعد كده هنختار ديسكتوب باك جراوند. من ديسكتوب باك جراوند هنبتدي نروح على براوز اللي موجوده فوق، ومن براوز هنروح في السي على الوركينج فايل. من الوركينج فايل هنختار الام 2، من الام 2 زي ما بتتبع المكان اللي قال لي عليه ده بيبي بيكتشرز، من بيبي بيكتشرز هختار اوكي، بعد كده هقول له سيف تشينجز، بعد كده اقول له سبميت اوكي. طيب بقول لك تشينج ذا سكرين سيرفر اوف يور كمبيوتر تو بيكام بابلز. اللي قلنا السكرين سيرفر ده المكان اللي بيظهر لما بنسيب الكمبيوتر شويه ما بنستخدموش. هندوس رايت كليك، بعد كده هنروح على بيرسونلايز، من بيرسونلايز هنروح على سكرين سيرفر، ومن سكرين سيرفر من الجزئيه بتاعت نان دي هنفتحها ونختار الايه البابلز زي ما هو قال لنا كده، نقول له اوكي ونعمل سبميت. بيقول لك وات از ذا نيم اند فيرجن نمبر اوف ذا اوبريتنج سيستم، عاوز يعرف اسم ورقم الفيرجن بتاع نظام التشغيل اللي احنا شغالين عليه. اوكي، هندوس من ستارت كنترول بانل سيستم اند سكيورتي سيستم، او ممكن نختصر الجزئية دي عن طريق ان احنا بندوس رايت كليك على ماي كمبيوتر وندوس على بروبيرتيز، هيظهر لنا برضو نفس المكان، الاجابتين صح. بعد كده نعمل سبميت. كده بيقول لك وات از ذا اديشن اوف ذا اوبريتنج سيستم اون يور كمبيوتر ذات يوزنج فور ذيس تيست، ايه الاوبريتنج سيستم اللي احنا مستخدمينه؟ برضو فايل كنترول بانل سيستم اند سكيورتي سيستم، هنلاقي نظام التشغيل الويندوز ايه ويندوز 7 موجود فوق هنا، او برضو ممكن اعملها برايت كليك، كليك يمين بريبيرتيز واعمل سبميت. اوكي، بقول لك هاو ماتش رام ذات از انستولد اون يور كمبيوتر، الرامات قد ايه في الكمبيوتر، برضو نفس الفكره ستارت كنترول بانل سيستم اند سكيورتي سيستم، بيطلع لنا الايه الرامات عندنا هنا اهي 3 ايه 3 جيجا. اوكي، بعمل سبميت. انا بمجرد ما بدخل في المكان ده هو اوريدي بيشوف ان انا قدرت ان انا اوصل للي هو طالبه، بعد كده ايه بعمل سبميت. change the default keyboard language to Arabic، غير اللغه خليها عربي، برضو start control panel change بص change keyboard or other input methods، ندوس عليها، بعد كده هتختار keyboard and languages، بعد كده change keyboards تمام، وهتفتح السهم ده هتختار بقى ايه عربي، بعد كده تقول له اوكي، بعد كده اوكي تاني، تعمل سبميت. يوز هيلب فانكشن تو فايند انفورميشن اباوت برنت، عاوزك تستخدم الهيلب عشان تجيب معلومات عن البرنت، برضو ستارت هتلاقي عندك المستطيل ده وعندك فيه هنا الهيلب اهو اوكي فوق اهو هيلب اند سبورت، هتدوس عليها وتقدر تكتب هنا بقى ايه الحاجة اللي انت عاوزها، تكتب براند بعد كده تعمل searching هيجيلك knowledge عنها معلومات عنها، بعد كده تقول له submit.
show the recent item list which display the most recent files that has been accessed by this PC. By this PC. يعني ورينا آخر items انت اشتغلت عليها. الحاجة اللي هتورينا آخر items انت اشتغلت عليها من الكمبيوتر ده. برضو هنروح في start. من start هنروح على recent items. هيجيب لنا آخر فايلات احنا فتحناها على الكمبيوتر. ونعمل submit. اوكي. طيب ثواني. بعد كده تمام. بعد كده بيقول لك open the recent item list to display the most recent file that has been accessed by this PC. برضه هروح في start. هنروح على ندوس right click وكده نختار open على الجزئية بتاعت recent. right click open. تمام. هيجي لنا اخر حاجات احنا عملناها دي. برضو ايه another way او طريقة تانية. show shut down the non responding application. فين ال non responding او ده not responding. عاوزنا نقفله. هنقف عليه هندوس عليه بعد كده هندوس على تمام برافو عليكي end task. end task. بعد كده هنقوله submit. use start menu to open the paint application. تمام. هنروح في start بعد كده هنروح all program بعد كده accessories بعد كده هختار paint هيجي لنا يفتح بالشكل ده بعد كده نعمل submit. open microsoft office spreadsheet application. عاوزك تفتح ال office spreadsheet. طيب start all program بعد كده هختار من ال office microsoft office هختار ال excel. نختار microsoft excel. تمام. بعد كده اعمل submit. switch to the not bad application which is already open. يعني عايزك لو انت فاتح حاجه دلوقتي عاوزك تروح تعمل switch وتفتح حاجه تانية. كنا قلنا الموضوع ده يا جماعه. عندي اهي ال untitled not bad دي ندوس عليها. تمام. بعد كده نعمل submit. يعني هي مفتوح الاثنين مفتوحين مجرد ان انا اروح ادوس على الثانيه هتظهر قدامي وتبقى موجوده. تمام. او بدوس على الجزئيه بتاعه الويندوز والتاب. restore the file called familyfactor.rtf so to display it on desktop. اعمل للفايل restore. restore فهدخل فيه عندي هنا family factor factors. ادوس عليها كده ادوس submit. لو مفتوح already بدوس عليه عشان يتفتح يعني. تمام. navigate اتنقل between open file or folder in desktop. اتنقل بقف عليهم كده بتنقل عليهم بعمل submit. move the showing window to the upper right corner of the screen. يعني شيل الويندو دي حطها في الجزء العلوي ناحية اليمين هنا في المكان ده. هم سحبها بقف عليها كده بالماوس واعمل drag كليك شمال ودراج لغاية ما اقف فوق في المكان اللي هو عايزه واشيل ايدي وبعد كده اعمل submit. click and drag the recycle bin icon into the white frame. هاخد الجزئيه بتاعه الريسايكل بان اللي موجوده هنا واروح احطها في الوايت المكان الموجود فوق هنا. تمام. عندنا ايه تاني؟ اهو بندوس كليك كده وبنسحبها بترجع في مكانها هنا. تمام. بعد كده بعمل سبمات. open the notepad application enter. طب اول حاجه هو عايزنا نفتح النوتباد. اوكي. بعد كده enter the text. اكتب التكست homemade food in the first line في اول سطر. save the file as childhood.txt in the folder c working file. طيب واحده 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 واحده. open the notepad application. عشان افتح النوتباد بروح من start all program بختار من الاكسسوارز عندي هنا النوتباد اهو هروح ادوس عليه. اوكي. بعد كده عاوزنا نكتب التكست هوم ميد فود في اول ايه في اول لاين. بعد كده عايزنا نعمل سيف. سيف ذا فايل. بعد كده اروح من فايل. تمام. بعد كده هعمل سيف از وهنكتب بقى تشايلد. طبعا هو عايز على السي عايزنا في الوركينج فايلز. تمام. وهكتب الايه في الام 2 زي ما هو عايزني وهكتب بقى تشايلد هود هنا
وهسيب الفايل extension.txt زي ما هو موجود هنا كده، زي ما هو عايز كده. اعمل سيف واعمل سبميت. create a folder in the C working file M2 folder and name it baby care. يعني اعمل فولدر وسميه بيبي كير في المكان ده. خلاص هروح دبل كليك على ماي كمبيوتر، بعد كده هروح من السي على الوركينج فايل، هفتح الام 2، هعمل نيو فولدر وهسميه الاسم اللي هو عايزه وادوس انتر، بعد كده اعمل سبميت. اوكي. كرييت تو سب فولدرز. يعني ايه سب فولدر؟ يعني فولدر فرعي من فولدر رئيسي جوه ويز ان ذا سي وركينج فايل ام 2 بيبي بيكتشر فولدر اند نيم ذم از جيرلز اند بويز. واحده واحده هنروح دبل كليك على ماي كمبيوتر، بعد كده في السي، بعد كده working file، بعد كده هنروح على الام 2، بعد كده هنختار baby pictures، بعد كده نعمل new folder نسميه girls زي ما هو عايز، ونعمل new folder تاني نسميه boys زي ما هو عايز، بعد كده نعمل submit لان هو عايز two subfolders. وsubfolder يعني ده كده جوه ايه، دول فرعيين منه جواه يعني. تمام. delete the baby care and baby toys folder in the C working file. تمام. هنخش دبل كليك على ماي كمبيوتر، بعد كده هنروح في السي. على فكرة السي انت ممكن تختارها برضو من هنا عادي، مش هتفرق. تمام. بعد كده تختار ال working file. تمام. working file كده M2، ومن M2 هتروح في التست baby care، هتدوس delete هيتمسح، بعد كده بيبي تويز هتدوس ديليت هيتمسح، او ممكن تعلم عليهم هما الاثنين بالكنترول وتدوس ديليت هيتمسحوا هما الاثنين مع بعض، بعد كده تعمل سبمت. اوكي. ريستور ذا بيبي كير اند بيبي تويز فولدر تو ذا سب فولدرز اوف تيست فولدر ان ذا وركينج فايل. عاوزك تعمل استرجاع للفولدرز دي. هنروح للريسايكل بن، نعمل دبل كليك عليها، هنلاقي الفولدرز هنا، هنقول له ريستور اول ايتم، او ممكن ادوس كليك يمين عليها وادوس ريستور كل واحده لوحدها، او اعلم عليهم هما الاثنين بالكنترول دوس رايت كليك ريستور. هي كل الاجابات دي بتتحسب لك صح. هنعمل سبميت. تشينج ذا اتريبيوت اوف ذا فاكنسين change the attribute of the fascination schedule.xlsx file. خلاص عايزنا نغير الايه الاتريبيوشن بتاع الفايل ده. اوكي. من اللي هو موجود في الوركينج فايل في M2 فولدر عشان نخليه هيدن. اوكي. هندوس دبل كليك كده، هنروح في السي كده، هنروح في الوركينج فايل كده، هنروح على M2، هنروح على الاسم اللي هو قال لنا عليه اللي هو fascination schedule، وندوس كليك يمين و Properties ونعلم على الهيدن، وبعد كده نقول له اوكي. نعمل سبميت. اكستراكت ذا اي سي دي ال تيست فولدر. يعني اعمل اكستراكتنج يعني حاجة مضغوطة هنعملها اكستراكت ان ذا سي وركينج فايل M2، وبعد كده اعمل له شورت كات ايكون. تمام. في الفولدر اللي على الديسكتوب. طيب دبل كليك على ماي كمبيوتر، بعد كده هنروح في السي، هنروح على الوركينج فايل، هنروح على M2، بعد كده فين الفولدر اللي هو عايز يعمل له اكستراكتنج؟ ها اسمه ايه؟ اهو ecdltest.zip. اوكي. بعد كده هنعمل اكستراكت اول، بيقول لي طب سيلكت ديستنيشن، عايز تحط الاكستراكتنج فايلز دي فين؟ ببتدي ان انا اكتب الايه المكان اللي انا عاوزه كده، بقول له اكستراكت، بعد كده هقف على الفايل اللي معمول له اكستراكتنج وادوس عليه رايت كليك سن تو، بعد كده هختار ديسكتوب علشان اعمل له ايه، عشان اعمل له شورت كات كده. اعمل سبميت. expand the content of the ecdl test folder in the c working file. expand عارفين الجزئيه اللي انا لو عايز اكبر الايه المكان، اوسع الفايلز اللي موجودة في مكان معين. نخش في ماي كمبيوتر، بعد كده هنروح في السي. تمام. ادي الوركينج فايل، ادي الام 2 اهو، مجرد ما هقف عليه هلاقي نفسي ايه دبل كليك اتفتح معايا هنا، اعمل له اكسباندنج، ادي الجزئية بتاعت الاي سي دي ال تيست اقف عليها. لو انا دوست كده عليها
تمام، هتعملها ايه expanding يعني هتتوسع، هعرف الفولدرز اللي فيها ايه والحاجات الداتا اللي فيها ايه كده. عامل submit select files badminton report dot docx event rtf invoices txt and sales dot docx in the c working type. خلاص هنروح دبل كليك وعايزنا نعمل سيلكت على الحاجه دي. بعد كده هنروح على السي، بعد كده هنروح على الوركينج فايل، بعد هنروح على ام 2 ادي الاي سي ال، ادي الفايلز اللي هو عايزها. اقف على اول فايل، بعد كده ادوس كنترول كده، اقف على تاني فايل كده ادوس كنترول، بعد كده ادوس على تالت فايل، وخلاص انا كده علمت على اخر حاجه بقى اللي هي السيلز دوت دوك دي او سي اكس، وبعمل سبميت. مش عاوز الناس تتخض يا جماعه من منظر السؤال، ايه يعني هو مجرد اسماء كاتبها وعايزني بس اعمل عليها سيلكت. شوف بساطه الاسئله، الاسئله سهله مش صعبه، تمام. ممكن تكون في مشكله في الانجليش، فاحنا بنحاول نساعدك اهو، بنترجم معاك الاسئله اللي انت ان شاء الله تلاقيها في الامتحان. locate the file good.docx in the c in the c working file m2، حطه في and rename the file stock.docx. خلاص يبقى انا هروح دبل كليك على ماي كمبيوتر، بعد كده هفتح السي، هفتح الوركينج فايل، هفتح الام 2، ادي الاي سي دي ال اللي هو عايزها، اديني واقف على الجود دوت دي او سي اكس اللي هو عايزها، ندوس عليها رايت كليك كده، اعمل لها رينيم، عايزني ان انا ايه اسميها، بعمل لها رينيم، عايزني ان انا اسميها الاسم بقى اللي هو اسمه ايه ستوك دوت دي او سي اكس، يبقى بعمل اعاده تسميه من ده لده، موضوع سهل جدا وبسيط. طيب بعد كده بعمل سبمات، بيقول لك لوكيت ذا بادمنتون فولدر اللي في السي في المكان ده، كرييت تو سب فولدرز ويز ان، يعني اعمل جواه اتنين سب فولدر وسميهم ميل اند فيميل. خلاص هروح دبل كليك على ماي كمبيوتر، هروح في السي على الوركينج فايلز على الام 2، ادي الاي سي دي ال اللي هو عايزها، ادي البادمنتون اللي هو قصدها، افتحها اعمل اتنين سب فولدرز، نيو فولدر نيو فولدر، واسمي واحد ميل وواحد فيميل، موضوع سهل وبسيط كده. اعمل سبمت، موف ذا فايلز الفيز دوت اكس ال اس اكس اند بادمنتون نمبر دوت docx from the c working file m2 ecdl test folder to the c. جماعه يعني انا مش عايزكم تنبهروا بالكلام ده، هري يا جماعه، هري فعلا ما اقصد الكلمه، اللي هو يعني انت مرخم ليه وعامل ليه اسماء صعبه كده على الناس عشان الناس تستصعب السؤال؟ لا هو السؤال بسيط ما فيهوش اي حاجه، حضرتك لو تتبعت اللي هو عايزه هو بيقول لك عايزك تموف الفايلز دي اهو. يعني انا دلوقتي بعمل دبل كليك على ماي كمبيوتر، بدخل في السي في الوركينج فايل في الام 2 في الاي سي دي ال تيست، هو عايز اني بقى فايل، عايز البادمنستون. طيب بعد كده كنترول وبعمل كليك على الفيز، عايزني اعمل الاتنين دول ايه، بدوس عليهم كده رايت كليك وباخدهم كات، بشيلهم من مكانهم، بدخل جوه البادمنتون وبحطهم جوه الفيميل، كليك يمين بيست. كويس ان هو عايزك تشيلهم من مكانهم اللي هو كان موجود ده وتقوم مدخلهم في الفيميل سب فولدر، هما موجودين يعني، هو حتى لو انت تتبعت المكان c working file m2 ecdl test c working file m2 ecdl test، بس انا هدخلهم بقى في البادمنتون وفي الفيميل، موضوع سهل. change the attribute of the badminton report، تمام، اللي موجود في السي في الوركينج فايل ام 2 عشان تخليه ريد اونلي، عشان تخلي الفايل ريد اونلي الناس ما تعرفش تعدل عليه. هتخش برضو في نفس المكان فايل ماي كمبيوتر وتخش على السي وركينج فايل ام 2 اي سي دي ال، دوس كليك يمين رايت كليك على الفايل اللي انت عايزه بروبرتيز، وبعد بروبرتيز تعلم علامه صح على ايه ريد اونلي كده، تعمل اوكي وتعمل سبميت. locate the file decision.docx في اللي في السي في المكان بتاع الاي سي دي ال بتاعنا to compress it، عايزك تضغطه into a compressed zip folder called deszip موجود في السي. طيب اروح دبل كليك على ماي كمبيوتر،
بعد كده هروح في السي، هروح على الوركينج فايل، هروح على الام 2، هروح على الاي سي دي ال اللي هو عايزني اروح فيها، هقف على اسم الفايل اللي هو عايزه اللي هو اسمه ديزيشن دون كده، ادوس عليه رايت كليك، كليك يمين، بعد كده اعمل سند تو، بعد كده اقول له ايه سند تو كومبريست زيبد فولدر، عايز اضغطه اوكي اهو كومبريست زيبد فولدر، لاحظ كده تعمل سبميت. display the contents of the C، اعرض المحتويات بتاعت ال C بتاعت ال ECDL test folder in the columns showing، عشان تخليها showing النيم الاسم والسايز والتايب والديت موديفايد، سهلة جدا. دبل كليك على ماي كمبيوتر، هنروح في ال C، هنروح في الوركينج فايل، في ال M2، في ال ECDL test، وادي الايكون يا جماعه اللي انا بقدر اتحكم فيها في الشكل بتاع الداتا. بروح في الديتيلز، الديتيلز هي اللي بتوريني، اما بدوس على ديتيلز هي اللي هتوريني النيم والسايز والتايب والديت موديفايد، هي اللي هتبقى مبينه لي كده، هتخلي الاشكال دي صغيرين جدا تحت بعض، وموجود التفاصيل بتاعت اسمهم وحجم الملف ونوعه جنب بعض. طيب capture a screen image that shows only the window showing the name, size, file types and dates modified of the file in C working file اللي في ال ECDL test folder. عايز تاخد capture screen image، صورة يعني. هنروح من my computer في C في ال working file في ال M2 في ال ECDL، وهنفتح المكان ده وهنروح في الديتيلز عشان يجي لنا التفاصيل اللي هو عايزها. بعد كده هدوس على Alt و Print Screen، Alt زائد الزرار بتاع ال Print Screen، تمام، عشان اقدر ان انا اخد منها ايه سكرين شوت. اوكي تمام، بعد كده هنكمل. Sort all the contents اللي في ال C by date modified، نرتبها بالديت تاريخ يعني، in descending order، تمام. هنروح دبل كليك على ماي كمبيوتر على السي، في حاجة اسمها ascending و descending، ترتيب التصاعدي والتنازلي. في السي في الوركينج فايل في الام 2 في الاي سي دي ال تيست، في عندي حاجة هنا اسمها ايه date modified، date modified هدوس عليها، وبعد كده هعمل ايه هعمل submit. sort all the files، رتب all the files اللي موجودة في الاي سي دي ال فولدر by size، بالايه بالحجم، in descending order، عشان تعرض largest file فوق، اكبر ملفات تعرضها فوق في الليست. دبل كليك على ماي كمبيوتر في ال C في ال working file في ال M2 في ال ECDL test، بعد كده هروح ادايس على الايه على السايز، تمام، واعمل submit. use the search feature، استخدم الاداه بتاعه البحث، in the extracted folder بتاع ال ECDL test ده اللي موجود في ال ECDL test location، بالسب فولدرز بتاعته، يشمل السب فولدرز بتاعته، for a file named invoice، ماشي. دبل كليك على ماي كمبيوتر، هنروح في السي، هنروح على الوركينج فايل، على الام 2، على الاي سي دي ال تيست، وادي عندي الجزئيه بتاعه السيرش موجوده فوق اهي يا جماعه. هبتدي اكتب بقى الايه invoice، بعد كده ادوس انتر، يبقى انا عملت سيرش جوه المكان ده على الحاجه بتاعت invoice زي ما هو عايز. بعد كده ادخل واعمل submit. use the most suitable tool، استخدم الاداه المناسبه to search، عشان تبحث عن all files that have named اللي بتبدا beginning with the letter li في السب فولدر ده، طيب في الفولدر ده اند سب فولدرز بتاعته. دبل كليك على ماي كمبيوتر، بعد كده هنروح في السي على الوركينج فايل ام 2 اي سي دي ال تيست، وهنطلع هنا في الجزئيه بتاعه السيرش ونكتب ال اي عشان يجي لنا الحاجه اللي بتبدا بالال اي، بنعمل سيرش عليها كده، بريس انتر، سبميت. use the most suitable tool to search for all files that have named beginning with letter f a، نفس الايه يا جماعه نفس النظام. دبل كليك، ندخل في السي، هدخل في الوركينج فايل ام 2 اي سي دي ال تيست، وهعمل هنا مكان الاولانيه هقوم كاتب هنا بقى ايه اف اي، وبعد كده بريس انتر. اسئله سهله ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين، موضوع بسيط خالص، هو محتاج منك بس شويه تركيز وان انت تتابع معانا الخطوات بايديك. use the most suitable tool to search for all files extension الاكستنشن بقى المره دي يا جماعه الامتداد بتاع ال ار تي اف. دبل كليك
هنروح في السي في الوركينج فايل في الام 2 في الاي سي دي ال تيست، وهاجي هنا واكتب دوت ار تي اف، لازم اكتب كده الدوت الاول، ما اكتبش ار تي اف على طول كده، ادوس انتر اعمل سبمت. يوز ذا موست سوتابل تول، طبعا الموضوع بقى ايه سهل خلاص علينا اهو، دبل كليك في ماي كمبيوتر في السي في الوركينج في الام 2 في الاي سي دي ال تيست، وهكتب هنا الايه بقى السايز. السايز ما ننساش ان احنا بندور على حاجه بالسايز، هنا بيقول لك ايه all files and folders that are equal or smaller than، يعني تساوي او اقل من 10 بايت، فبدخل في السايز. لاحظ بختار ايه تاني الحاجات اللي هي القليله جدا اللي هي من 0 ل 10 كيلو بايت، من 0 على انه بيقول لك 10 او اقل. كده بعمل سبمت. شو ذا كونتنت اوف ذا ديسكتوب فولدر، خلاص هدخل في الديسكتوب بدوس عليه هيجي لي الحاجات اللي فيه وخلاص. لانش اد برينتر ويزرد، روح على الاد برينتر ويزرد عشان تانستول برينتر جديده اسمها اتش بي بزنس. خلاص هقوم رايح في ستارت، هقوم رايح في الجزئيه بتاع ديفايسز اند برينترز موجوده هنا اهي، devices and printers هدوس عليها. بعد كده عشان اضيف طبعا اعمل ايه add printer زي ما خدنا في الماتيريال، add printer هدوس عليها. بيقول لي هنا ايه what type of printer، طبعا بختار الايه local printer هدوس عليها. بعد كده هقول له next، هختار طبعا الطبعه المانيفاكتشر اتش بي اهي، واقوم دايس على الجزئيه بتاعت ال اتش بي بيزنس، طبعا ده الاسم بتاع الطبعه. بعد كده اقول له نكست، جيني اسمها هنا اقول له نكست كده، اقول له ايه فينش كده، انا سطبت الطبعه دي على الجهاز، بعمل سبميت. سيت ذا برينتر نيمد ال اتش بي بيزنس ده از ديفولت برينتر، عشان تبقى الديفولت بتاعتك هتخش في ستارت ديفايسز، هتروح على البرنت اللي هو قالك عليها هتدوس عليها كليك يمين، بعد كده هتقول له ايه set as default printer، كليك يمين set as default printer. بإذن الله يا جماعة بعد الفيديوز دي تجيبوا الدرجة النهائية في كل الاختبارات بتاعة ال ECDL او ال ICDL او ال ICDL 5 او حسب ما كانت المسميات بتاعتها، لازم هتلاقي الأسئلة دي او نسبة كبيرة منها موجودة بإذن الله. open the printer name HB business inject 1000 and delete all the current document in the queue. طيب عايزك تفتح البرينتر، طبعا هنروح عندنا طبعا شايفين الايكون اللي تحت دي يا جماعه، الايكون الصغيره اللي تحت دي بص كده عند السهم ده، لو دوست عليها هيطلع لي الجزئيه بتاعه البرينتر اهي، بصوا ادوس على البرينتر هتفتح لي، هقوم دايس هنا كليك يمين وهختار cancel all documents، cancel all documents عشان ايه امسح الاوامر دي، امسح الاوامر دي كده، اعمل submit تمام، او start devices واروح على البرينتر الاقي عندي التو documents موجودين هنا، هقوم فاتحين نفس المكان ده، ادوس right click واعمل cancel all documents، يعني ده طريقة تانية. start devices برنت اهي، عندي تو دوكيمنت هنا ان كيو، ادوس عليها وبعد كده ادوس رايت كليك كانسل، اعمل سبميت. برنت وان كوبي اوف ذا نوت باد فايل، اعمل نسخه واحده من الطبعه اللي موجوده دي، الملف اللي موجود ده هنروح دبل كليك على ماي كمبيوتر في السي في الوركينج فايل في الام 2 في التست، واروح هنا على المكان اللي هو قال لي عليه وكده، هعمل فايل بعد كده هعمل برنت، وعايز نسخه واحده وهتبقى number of copies واحدة، ده كده هعمل print، نقولها تاني دي بسرعة اهو، دبل كليك على ماي كمبيوتر، نروح في السي working file ام 2 تيست، هفتح الفايل اللي هو قايل لي على اسمه تحت اهو، بعد كده هروح من فايل print واقول له ايه نسخة واحدة اوكي برنت وسبميت. سكان عايزك تعمل سكان على الاي عشان تشوف الفيروس، خلاص دبل كليك على ماي كمبيوتر، تروح على المكان اللي قالك عليه كليك يمين وتعمل سكان كده، تعمل سبميت. انستول ذا اي سي ذا اي اس اي دوت اي دوت اي اكس اي باي ديفولت اوبشن، اوكي دبل كليك، ادي البروجرام اللي قدامنا ده عايزين نعمل له ايه انستول، دبل كليك عليه خلاص هيتسطب. هنا بقى بيقول لك
click on one of the appropriate answer. يشوف الانسر المناسبة. You can change your response if necessary. تقدر ان انت تغير يعني. بقولك which one of the following should you click to restore down a window. يعني في ويندو تحت هنا انت عايز تطلعها فوق تكبرها. تختار ايه؟ تمام. الايكون بتاعت مربع يعني. مربعين دول. Which one of the following icon represent a folder. فين الفولدر؟ طبعا معروف. Which one of the print screen graphics is a scroll bar. فين السكرول بار؟ الجزء اللي تحت ده. تمام. ده السكرول بار كده. عمل سبمت. Which one of the print screen graphics represent the properties of the file. فين properties؟ اهي. يعني ايه properties؟ properties دي اللي فيها الاسم، التاريخ، نوع الملف، حجم الملف. دي البروبيرتيز. Which one of the following best describes the type of file system structure begin shown below. طيب هو المكان اللي قدامنا ده sequential ولا flat file ولا hierarchical ولا random. طبعا ده هيكل، حاجة تخرج منها حاجتين، إذا خرج منها حاجة وهكذا. هيكل. Submit. Which one of the following is used to navigate تتنقل through document that is too big to view. تقدرش انت تشوفها at once في الopen window. لو انت عندك داتا كتيرة عايز تتنقل من مكان للتاني، حجم البيانات كبير، طبعا بتنقل بالسكرول بار. بعمل submit. Which one of the following file type is common word processing format. الword. تمام. doc D-O-C-X. Okay. وعمل submit. Which one of the following type is a common presentation. فين البرزنتيشن؟ B-B-T-X. تمام. Which one of the following file types is an extension of video. فيديو. فين الفيديوهات؟ ها؟ تمام. A-V-I. ده extension لفيديو. Submit. Select the image file between the following. فين الفايل بتاع الامج هنا؟ ها؟ .bmp. راجع الماتيريال. Submit. Which one of the following file type is a music file. تمام. عارفين دي كلنا mp3. Submit. Which one of the following devices is not used to store file and folder. فين الحاجة اللي ما بستخدمهاش ان انا اسيف عليها حاجة؟ ها المودم. المودم ما بقدرش ان انا اسيف عليه. السي دي برنابل ممكن اسيف عليه عادي. سي دي زمان كنا بننسخ على سيديهات، واعتقد حاجات بسيطة دلوقتي ممكن تستخدم الكلام ده. هعمل submit. Which one of the symbol control panel used to change keyboard language. بقدر اغير keyboard language منين؟ تمام. region and language. واعمل submit. Which one of the following is used to reduce the size of the large file. اقلل حجم الملف الكبير منين؟ تمام. من الكمبريشن سوفت وير. تمام. اعمل submit. Which one of the following describe the compression. بيوصف عملية الضغط. Reduce the size of large file. بقلل من حجم الملف الكبير. تمام. Which one of the following is a result of compressing file. ايه الحاجة اللي هتبقى كنتيجة للملفات المضغوطة؟ The file size is smaller. مساحة الملف هتبقى صغيرة. يعني هعمل submit. Which one of the... انا بقرالكش الاختيارات كلها عشان ما طولكش، بس من حجم الفيديو مبقاش كبير عليك، تقدر انت تشوفه يعني. Which one of the following is an advantage ميزة of a virus scan application. حاجة الفيروس بيعمل لها كميزة يعني، تظهر كميزة. طب ممكن تعمل pause للفيديو تجرب تجاوب، بعد كده تيجي تبص عليا انا بعمل ايه. It detects and remove virus. بتكتشف وبتشيل الفيروسات. نعمل next. Viruses can be transmitted to your computer by. الفيروسات ممكن تتنقل لك عن طريق ايه؟ ان انت تنستول نيو سوفت وير، تسطب برنامج جديد، داونلودنج سوفت وير فروم تراستد ان تراستد سايتس، تعمل داونلود للسوفت وير من مواقع غير امنه، كونكتنج تو ذا كمبيوتر تو ا نيو برينتر، توصل الكمبيوتر بتاعك ببرينتر جديده، سيتنج ذا كمبيوتر مونيتور تو لو ريزولوشن، تخلي الكمبيوتر بتاعك الريزولوشن بتاعته قليله. طبعا معروف الاجابه داونلود سوفت وير فروم ان تراستد سايتس.
which one of the following statement about computer virus is true؟ ايه الاجابه الصح بتاعت الفيروسز؟ text files are the only file to be corrupted by virus. الفايلات التكست هي بس اللي الفيروس يقدر يقتحمها. files are always permanently damaged by virus. الفايلات بتتدمر من الفيروسات. files can be damaged by computer viruses. طيب هنا بيقول لك ان الفايلز are always permanently بطريقه دائمه بتتحطم من الفيروسات. هنا بيقول لك الفيروسات can be damaged by computer، ممكن تتحطم من الكمبيوتر من الفيروسات. compressed file can never be damaged by virus، ملفات المضغوطة لا يمكن ان هي تستخدم تخترق يعني من الفيروسات. طبعا الفايلز can damaged by computer viruses. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا بيقول لك always permanent، دائما دائما وابدا الفيروسات بتحطم الفايلات. لا احنا ممكن نقول files can be damaged by computer. نعمل submit. one of the following shows file size، من الصغير للكبير. فين من الصغير للكبير؟ تمام، بايت، كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت. نعمل submit. which one of the following file name complies with good practice in naming a file containing a trade figures for the Greenway company for the third quarter of 2008. طبعا هو هنا بيقول لك ايه من الحاجات الاسماء اللي جايه دي افضل حاجه ممكن ان انت تسمي بيها التريدنج فيجرز فور ذا Greenway company، الشركه اسمها Greenway للربع الثالث من سنه 2018. طبعا ده اللي بيمثل الربع الثالث Q3 كوارتر 3، وادي 2008 وادي الجرين واي. اوكي كده نعمل سبميت. which one of the following option used to turn off the computer، انت بتقفل الكمبيوتر بتاعك ازاي؟ click on start button، نروح على start، can choose stop operating or shut down، دوس shut down، submit. which one of the following is appropriate routine، طريقة روتينية ان انت تقفل بيها الابليكيشن، control alt delete، بعد كده select task manager window، بعد كده نقفل حاجة عايزينها ونعمل end task، submit. ايه من الحاجات اللي جاية دي؟ will not open the task manager، مش هتفتح التاسك مانجر. اللي مش هيفتح التاسك مانجر كليك يمين، ها right click the start icon، لو انا دوست على start كليك يمين مش هيفتح لي التاسك مانجر، submit. which one of the following is a benefit of online file storage، ميزة من ان انا سايب الملفات على الاونلاين. تمام، الفايلز can be shared، الملفات اقدر ان انا اشيرها safely بطريقه امنه with friends، مع الاصدقاء، and family، مع العيله، with internet access، بالانتريل انترنت. ممكن اعمل submit. security log on the internet is by، السكيورتي بيبقى باليوزر نيم والباسورد، security نظام امان يعني، submit. طبعا دي كانت الاسئله اللي انت ممكن تقابلها في اختبار الوورد. انا كنت سريع شويه في عرض الفيديو علشان ما يعني ما تملش وما تزهقش من الاسئله، هو فعلا بيكون في حجم اسئله كبير شويه، فبتكون محتاج ان انت تكون مذاكر الاسئله بالطريقه اللي انا عارضها لك دي. دي الاسئله بتيجي في اختبارات اليونسكو زي ما قلت لك. الاسئله دي انا مش يعني انا مش جايبها من دماغي، دي فعلا موجوده وفعلا الناس بتمتحنها لما بتخش الاي سي دي ال. ارجو ان انت تذاكرها كويس جدا قبل ما تخش الاسسمنت او الاختبار، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وما تنسوش تشيروا الفيديو مع اصحابكم. كان معاكم عبد الرحمن، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد من الاي سي دي ال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.